يعني 8000 او 8500 وشي حاجه بزاف. هادو حالات كاينين ومشاو. لا اسمعني استاذ، كل احترامي نعرفكم كتخدموا وكتشتغلوا في حدود الامكانيات المتاحه لكم، فكاين كاين امور كيخصها قرار سياسي. انا فاش قلت لك قبيله ودي كيخص كان يكون الاعفاء، تكون جرأة عند الناس اللي كيقروا في هذا الشيء، كانوا يديروا قرار، حيت حنا بغينا ننجحوا هذا الشيء، ماشي بغينا نديروا به السياسه، بغينا الناس كل شيء، باش كما وقع المره اللي فاتت قالوا الناس جلسات كيفاش نخلصوهم بلا ما يحتاجوا ل 27 27 ولا 17 17، كان كل شيء يتخلص من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، كانت سهله العام، كلنا كنحلموا بهذا الشيء، ولكن كيخص هاد الناس ما بغيناهمش غدا، لان حنا باش كنخدموا؟ الا ما نتي الصباح حليتي محل ديالك خدمتي ما كاين حتى شي حاجه، الا المحل ديالك تسد راه ما غتقدرش تخدم. دابا قبيله قلتي لي ودي جيب ما يثبت بان المحل كان مسدود، وهو الحجر كان كل المغرب كامل كان مسدود وغتطلب منه. انا كنقول احنا دابا غير في اطار هادشي كاين، اي اتفق معاك، هو التداعيات حنا راه وقفنا تقاضينا هاد الفئه، غير وقفات تسدوا المحلات تقاضوا، لان الشواري سالا ولا امام الارهاب ولا مرعوب من جميع، من مول الكره، من السلطه، من كلشي، من المناخ العام، وانت نتوما عايشينو معانا، راه نتوما مغاربه، نتوما كلشي ما 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 ماشي هو هذاك، بمعنى ان هذا الصانع عام كيخدم اصلا، كيخدم مع المواطنين، مع المغاربه، يعني المورال ما كاينش عند المغاربه ما بقاش خدمه ما بقى والو، كاين اللي لحد الان تثق بيا من نهار ترفع هذا الشيء راه ما خدمش، بمعنى باقا كتراكم على الديون الكرا ولا مدارس مع مول الكرا ولا هذا، زائد الضرائب باقي كنقولها، لان كاين دابا مثلا بعض الناس لقيتهم قلت لهم قولوا علاش ما كتخلص، علاش خليتي هادشي تراكم؟ تقول لي مشيت عندهم باش يقادوا معايا، ما بغاوش يقادوا معايا. دابا ماشي ما كنهضرش عليك يا الاستاذ، وانا كنعرفك انت هنايا، والله يخليك، راه شوف انا راه كنت درت شكايه اربع سنوات هذه ما جاوبونيش، واسمعني يا استاذ ماشي في الرباط بلا ما نقول تماره، درت شكايه ودابا ما بغيتش نبقى ندخل لهاد لي ديتاي، ولكن شي ثلاث سنين هذه ولا اربع سنين جاوبوني على ثمان شهور عاد جاوبوني. وكيقولوا لي وقد تحرينا وقمنا وهذا والوضع هو هذا، السلام عليكم. من بعد ما المدير ما بغاش اصلا يستقبلني في البيرو، كيفاش انا منتخب فاعل جمعاوي وما بغاش يتصنت لك؟ كيفاش بغيتي هاد الصنايعي مسكين النجار العادي ولا حداد ولا خياط يدخل عنده؟ زعما حنا راه كتمارس عندنا الحكره قويه، ها محقورين حنا، حنا حتى لعبه لا مع الابناك لا مع كل شيء. الله يخليك، بمعنى اقتراحات اللي كنت بغيت نسمع. خلينا نشوف الموضوع، هذه مسائل دابا الحلول لحد الان دابا واش حنا واش المسائل قبل